تفقد وزير العمل محمد جبران بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة لتدريب مدير المداريات ومسؤولي إدارات العمالة غير المنتظمة بالمحافظات على كيفية التعامل مع المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، استعدادا لإطلاقها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة. كان الوزير قد وجه بتنظيم هذه الدورات التدريبية في إطار خطة الإسراع نحو الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لبدء التعامل مع المنصة من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات.